We'll be right back.
درس جميع المشاركة. اثنين، بالنسبة للسلاح ظهور أو استعماله في أي مشكلة بين الحويطات داخليا حويطي في حويطي، وفي حالة إثبات السلاح حتى لو لم يطلقناه يضر من يحمله، ما عن طرف نار، بس مجرد وجوده والطرف الثاني يسكت، يا بشهود يا بطيب بمصدق، يا بقى على طرف الإشارة يقعد في قانون 50,000 جنيه وثمن البرد 20. وفي حالة إثبات السلاح حتى لو لم يطلق نار يغرم من يحمله أو يطلقه بغرامة 50,000 جنيه زائد 20,000 جنيه ثمنه، ويثبت السلاح طرف آخر عليه إثبات إطلاقه أو وجوده بالشروط أو باليمين وعلى ذلك من الأمر فورا. I'm gonna go to the
مش حد عارف اخر مرات قدام خلاص. الآن مع الشيخ محمد عيد. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب وصحة السلامة. كلمنا عن المؤتمر والجلسة الجميلة النهاردة. ده مؤتمر معمول لأبناء قبيلة الحوطات، أي مشاكل بينهم أي منازعات إن شاء الله تتحل من هنا من منزل الشيخ عيد أبو سليم أبو عيينة. هنا كل كبار الحوطات هنا تكلم في مشاكل الدم، مشاكل أي مشاكل بين أبناء قبيلة بيحلوها إن شاء الله. ده أول مؤتمر ليكم؟ لا هو كذا مؤتمر بس إحنا كل فترة من وقت للتاني بنجدده. علشان خطر مشاكل، ما كل يوم في مشكله وفي مشاكل بتجد، فان شاء الله مع طول ما كبار الحوطات موجودين هتحل كل مشاكل الحوطات باذن الله. النهارده اعتقد معظم ابناء مظبوط. لو تحب تذكر اسماء منهم. ما خاف من خطا، خاف انسى حد. كل شيوخ قبيله الحوطات وابناء الحوطات نور النهارده ووصلوا. كل جه ناقشتوا ايه واتكلموا؟ ناقشنا مشاكل بين ابناء القبيله. في مشاكل متعلقه ب كذا مشاكل كل مشاكل تكلم فيها وتحل ان شاء الله باذن الله. فيها بنقري فيها في مشاكل، في شيء تحل، في لسه بنحل فيه. ايه رايك في المجالس العرفيه؟ ده طبعا لازم على مستوى الجمهوريه يعني. بعد اذنك، في مثل بيقول لك، الله يخليك، في مثل بيقول لك اللي عندك حق عرب، يعني حق العرب ده اهم حاجه. هو فيش منه هرب، لازم هو كده حق العرب ده لازم يطلع. فبتني ما فيش منه مين ولا شمال، ده هو الناس بتلتزم بيه. مظبوط. اي حد يبقى عليه حكم او اي التزام لازم يلتزم. لازم اكبر، انا افراد القبيله لازم تكملوا، الكبار هم يعني اللي قولوه، الشباب مشوا لازم تحل اي مشكله. انت تحب توجه رساله لشباب الحويطات النهارده تقول لهم ايه؟ اوجه لهم رساله النهارده، يا مرحب بكل نوره، كلهم كل ابناء قبيله نورونا، وان شاء الله ما فيش اي مشكله بين ابناء قبيله لازم تتحل باذن الله. والضيوف اللي شرفوكوا يعني شايف في ضيوف يعني كل ابناء قبيله، وفي ناس برضه مش بره قبيله الحوطات نورونا النهارده شرفوا.
نورون. طيب انتوا يعني اكيد طبعا بتشوف مؤتمرات الرئيس السيسي. اه ندعم معاه. رايك ايه في اللي بيحصل دلوقتي وفي اخر مؤتمر الشباب اللي كان في شرم الشيخ؟ ان شاء الله باذن الله بدل كل يوم قدام. احنا كنا فين وبنا فين، وان شاء الله كل يوم تقدم باذن الله. رساله لاهاليك وحبايبك في كل انحاء الجمهوريه بتقول لهم ايه؟ قول لهم نورتونا شرفتونا، كل من كل لب الدعوه النهارده نورنا، وان شاء الله ما فيش اي حاجه تنورون، كل اي مشكله عندها حوطات خلاص باذن الله. واحنا معاكم باذن الله. يا مرحبا. الشيخ محمد عيد طبعا من كبار قبيله الحويطات، اهلا بيك. اهلا بيك ومرحبا بكم في الشرقيه في مقر قبيله الحويطات والديوان العام عندهم في الشرقيه. ان شاء الله الديوان العام النهارده بتاع القبيله عند الحاج عيد ان شاء الله. احنا تشرفنا بالحاج عيد وبابنه بكل الموجودين النهارده، وتشرفنا بحضرتك ايضا. مرحبا بيك والله، اهلا وسهلا. كلمنا عن المؤتمر واللمسات الجميله اللي احنا شايفينها النهارده. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي من حين لآخر تعقد بعض المؤتمرات والاجتماعات على مستوى الجمهورية للم شمل قبيلة الحويطات. تمام. يعني مرة في الإسماعيلية، مرة في السويس، آخر مرة كان في طور سيناء من شهرين تقريبا اجتمعت قبيلة الحويطات هناك، وجاء الدور على الشرقية هنا لتستضيف مؤتمر قبيلة الحويطات، وجاء كبار وعواقل وشيوخ قبيلة الحويطات من كافة محافظات الجمهورية للتشاور، وأمرهم شورى بينهم، لأن في بعض المشاكل تحدث بين أبناء القبيلة مع قبائل أخرى، فلا بد أن يوضع حد وتعريف الشباب بالصلح والعفو إذا كانت هناك مشكلة. ووضعنا أسس ومبادئ بين أبناء القبيلة أن لا يعتدي أحد على أحد، ولا يحمل السلاح أحد على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي بعض الخطوات للإصلاح بين الناس، عندما تحدث مشكلة نحن اليوم شكلنا لجنة من 24 شخص متبرعين متطوعين تحت بند لجنة المصالحات وفض المنازعات داخل قبيلة الحويطات أو مع القبائل الأخرى. ال 24 هؤلاء من خيرة أبناء القبيلة متطوعين يخشون الله سبحانه وتعالى، وسيقومون بالإصلاح ذات البين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه اللجنة إن شاء الله ستبدأ بجرائم القتل أولا، لأنها دي أهم أصعب حاجة. أصعب حاجة صحيح. جرائم القتل التي انتشرت بين أبناء القبائل العربية وأيضا أبناء الصعيد، فعادة الثأر أصلا عادة مذمومة وعادة قبيحة. تمام. لأنه عندما يقتل واحد من عائلة ما والقاتل تم القبض عليه مثلا أو في الشرطة أو بين يد القضاء، هم يستعجلون ولا ينتظرون حكم القضاء. بعض الناس يعني لا ينتظرون حكم القضاء. تمام. فيذهبوا إلى عائلة القاتل أو عائلة الجاني فيقتلوا واحدا منهم. طبعا دي قتل نفس بغير نفس. طبعا ممكن ما يكونش هو القاتل، مش هو القاتل صحيح. يعني ممكن عادة الثأر في عند القبائل، عند بعض القبائل العربية وعند أبناء الصعيد، عندما تحدث جريمة قتل يذهبوا إلى عائلة الجاني أو القاتل فيبحثوا عن الكبير العائلة أو عن شخص مهم في العائلة ويأخذوا منه الثأر زورا وبهتانا وما أنزل الله به من سلطان. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجازوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأنا على فكرة من أبناء الصعيد، وكلام طبعا جميل كلامك، لأنه احنا نتمنى أهالينا في الصعيد يطبقوه أيضا. يعني لأن أولياء الدم يعني أولياء القتيل في الشريعة الإسلامية مخيرين بين ثلاثة أمور. أولا من الأمر الأول القصاص من القاتل بعينه، وهذا يكون لولي الأمر حتى لا تتحول حياتنا إلى غابة، أو من ينوب عنه من القضاء أو محاكم الجنايات. يعني القصاص من القاتل بعينه لا يتعدى إلى أحد من عائلته، حتى لا إلى ولده ولا إلى أبيه ولا ابن عمه ولا من أفراد عائلته أو قبيلته، لأن هذا قتل نفس بغير نفس، ولا تزر وزرة وزرة أخرى. يبقى أولياء الدم مخيرين، إما القصاص من القاتل وهذا يقوم به ولي الأمر أو من ينوب عنه من القضاء. الأمر الثاني العفو لوجه الله. العفو لوجه الله بدون مقابل. ثالثا العفو
مع قبول الدية. بعض الناس يظن أن الدية شيء يعني فيه مثلا جرح الكرامة، لا الدية موجودة في الإسلام، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة، إلا أن يصدقوا، إلا أن يعفوا، لو عفوا قضي الأمر. صحيح. قضي الأمر. إذن إحنا نريد أن نبين للناس أن عادة الثأر عادة مذمومة، ولا تزر وزرة وزر أخرى. اللجنة المشكلة ستبدأ بشرح هذه المفاهيم وبشرح هذه المبادئ الإسلامية الشريعة الغراء التي ما تركت شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيجب على جميع القبائل العربية وعلى إخواننا أيضا في صعيد مصر أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في جرائم الثأر الأعمى العشوائية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. نعم. اللي يخلي سعادتك بالاتفاقات دي بتحكموا عليه بإيه؟ حضرتك يعني المجلس العرفي انعقد وحكم بحكم أي حد فرض. إحنا لو اللجنة إحنا عملنا بند، اللجنة تقوم بالإصلاح بين الطرفين. فإن عصت وأبت يعني طرف أو طائفة ولم تجنح للصلح وعاندت وكابرت، عندئذ نلجأ إلى ولي الأمر، إلى الحكومة، إلى الشرطة، نقول هذا لم يمتثل للقضاء العرفي ولم يمتثل للصلح وهو ليس على حق، لأن الطرف الآخر وافق على الشروط ووافق على الصرح ووافق على المبادئ التي وضعتها اللجنة. في طرف لابد أن يرغم، أن يرغم طبعاً عن طريق ولي الأمر، عن طريق السلطان. تمام. نعم. لجان الصلح المصالحات في المحافظات، هل أنتم بتنضموا ليها ولا حضراتكم جزء منفصل؟ لا، ده هنا ما شاء الله شيوخ القبائل أحيانا يتم انتدابهم. عندنا الشيخ سلمان سليلمي طبعاً، هو قاضي معروف في الدم طبعاً. احيانا مدير امن سيوط، مدير امن قنا او القبر، يعني في عندنا قضاة عرفيين مشهورين تستعين بهم الدوله في فك الرقاب وفي في يعني في القضاء على الثأر في الصعيد، واخرها كان في الصف، في مركز الصف في غمازه كان في هناك مشكله، وقام القبائل العربيه او اللجنه قامت بالاصلاح بين الناس هناك. يعني احنا يعني ايه، احنا اعضاء مجتمع واحد طبعا. هذه اللجنه هي خاصه بالقبيله ولكن مفتوحه لكل القبائل اذا تم انتدابنا، يعني إن اذا تم انتداب القضاه والكبار وشيوخ القبيله من قبيله الحوطات لحل مشكله اخرى، هم يسارعون لوجه الله سبحانه وتعالى. لو حبيت توجه رسالة للشباب، لشباب مصر وشباب القبيلة. أولا بالنسبة لشباب القبيلة احنا نقول لهم في الذي ليس له كبير يقع في البير. صحيح. فلابد أن تستمعوا إلى كلام وإرشادات الكبار طبعا. ولابد أن يحترموا رأي الكبير طبعا. كنا زمان أيام الآباء والأجداد كان الكبير له منزلة، وكان شيخ القبيلة يعامل كأنه أمير الحاكم بأمر الله. الآن الوضع اختلف بين الشباب، نحن نريد أن نعيد الشباب إلى احترام كلمة الكبير. هذا بالنسبة لأبناء القبيلة. أما بالنسبة لشباب مصر بصفة عامة، احرصوا على تنمية بلدكم، واحرصوا على عدم الاختلاف وعدم الشقاق، وكونوا يدا واحدة في خدمة الوطن الذي نحن كلنا نحتاج إليه في هذا الوقت الذي تمر به مصر إن شاء الله. لو حبيت توجه رسالة للقيادة السياسية من خلال برنامج أسرار البلد تقول لهم إيه؟ أولا تهيئة فرص عمل للشباب، يعني في مؤتمر كان للشباب في شرم الشيخ، نحن نريد أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال. الشباب في إن شاء الله الشباب يريد تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، لأن الشباب يعاني من البطالة ومن الفراغ، والفراغ سلاح ذو حدين، إما أن يملى بالعمل والإنتاج، وإما أن يملى بالفراغ والمعصية وأصدقاء السوء. نعم. حددنا المؤتمر القادم هيكون فين ولا لسه؟ لا لسه لم نحدد إن شاء الله. لسه ما تحددش يعني. لم يتحدد مكانه. هو في لجنة منبثقة يوم 14-12 عند الحاج سلمان لتكملة توصيات هذا المؤتمر، يعني يوم 14-12 سننتقل اللجنة 24 فرد عند منزل الحاج سلمان السليلمي في أبو حماد،
وفي هذا اليوم ستحدد ايه المؤتمر القادم او الجلسه القادمه ان شاء الله. بنشكر حضرتك ودايما ان شاء الله يعني رافعين رايه الحق والعدل والمساواه بين الناس ان شاء الله. ربنا ييسر امرك، وشكرا على استضافتكم لنا وشكرا لتشريفكم لنا في محطة الشرقية ان شاء الله. احنا اللي تشرفنا بحضرتك والله. شكرا 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 لهذه القناه والعاملين عليها. كما التقينا بالشيخ سليم عيد ابو عيد صاحب هذا المكان والداعي للمؤتمر، اهلا بك. تشرفنا بيك وبحضورك اليوم بحضور ابناء القبيله كلهم الحمد لله، وربنا يوفقنا على فضل المنازعات بين افراد القبيله باذن الله. يا ريت تقول لنا اسباب الاجتماع النهارده لهذا المؤتمر. الاسباب الاجتماع عن المشاكل والخناقات والناس، يعني الناس بتموت في بعض صحيح، وطار واحكام، في ناس بتبلغ في بعض احكام ويعني ربنا في بنود 24 بند النهارده كتبوا، ولسه في تحليل يوم 14 الجاي ده ان شاء الله. ان شاء الله باذن امر الله. ويعني انا كل حاجه تعرض على التلفزيون امر الله ان شاء الله. انتوا طيب كمجموعه من الشباب يعني لما بتشوف الشيوخ ردود افعالكم بتبقى ازاي يعني، وكلامهم الجميل اللي احنا سمعناه النهارده؟ بنتشرف بيهم، احنا هنمشي على منهجهم على خطاهم طبعا، والعيال دي هتمشي برضه نفس الطريق نفس الطريق يعني ربنا يوفقنا عليهم يا شيخ. انتوا كان في حد من شباب القبيله شارك في المؤتمر العالمي في شرم الشيخ؟ لا كلنا ولا اكتر من 1000 فرد من الشباب. انتوا بالفعل يعني كان لكم دور بارز في المنتدى العالمي يعني. في ناس جت من السعوديه، وفي ناس جت من الاردن، وفي ناس جت من كل البلاد. طب يعني لو حبيت توجه كلمة لشباب القبيلة تقول لهم ايه النهاردة؟ الله يوفقهم ويسعدهم، وبقول لهم مقعدنا مفتوح 24 ساعة، لا حد عنده مشكلة، حد عاوز مساعدة، اي مشكلة عنده يتفضل، مفتوح 24 ساعة. يعني حضرتك بتشارك دايما في المجالس العرفية ولا يعني انتوا كلكم في سن معين للمشاركة؟ لا الشيخ عيد الاول، احنا اولاد واحنا ماشيين على المنهج بتاعه. يعني هو الشيخ عيد الاول وحضرتك واخواتك برضه وابناء القبيلة كلهم نكمل الطريق وراه. بتكمل الطريق وراه. وده ابني ريان ده ان شاء الله يكمل ورانا بامر الله. ربنا يخلي ان شاء الله. يا رب شرفنا بك. طيب الله يخليك. عايزك توجه قبيلة يعني رسالة لشيوخ القبيلة اللي شرفوكم النهارده. ان شاء الله كل سنة هتتكرر يعني بامر الله. باذن الله دايما. واللي ما حضرش السنة دي يجينا السنة الجاية واللي بعدها في أي وقت ان شاء الله كل بإذن سنة. باذن الله. واحنا سنة. بنشكرك ألف شكر يا شيخ. شرفنا بيك. شرفنا بيك. شرفنا بيك. ما زلنا بنستكمل الحديث طبعا مع حضرتك. احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن المؤتمر، ايه الهدف من المؤتمر؟ الهدف منع المشاكل بين او في اي مشاكل بين ابناء قبيله بنحلها. في مشاكل يعني كثيره مثلا بين ابناء قبيله بتحل، وفي منهم تحل وفي لسه بنحل ثاني. في نقطه مهمه قاعدين نتكلم فيها هي موضوع الطائر. الطائر هنا في مصر بالذات كان عند قبائل عربيه او في صعيد مصر في بخصوص الطائر ده مشكله كبيره، ان هي في ايتام عيال بتتم، في زوجات بترمل، في امهات تفقد اولادها. فده كله ليه؟ بسبب العناد والكبرياء. احنا نلقى سؤال عنها بجد، في مشكله نلقى القضاء العرفي حلت خربك ما حلتش، نلقى قضاء الدوله طبعا. التاني عندك في دول كثيره ما بتقولش حكايه الطائر ديت الا في مصر هنا. احنا العاده دي قاعدين هي دي اقل دي العاده الوحيده سيئه نفسك تتشال. دي لازم تتشال من عند القبائل العربيه والصعيد، دي لازم تتشال عشان خاطر الاطفال اللي جايه والاجيال اللي جايه. احنا لازم نغير، احنا غيرنا كتير وحش صحيح، احنا لازم نغير تاني. ويا ريت كلنا نتابع، حتى ممكن كل اي مشكله عند اي حد يلقى لاي حد ونحلها. لازم نحل، لازم تحل، لازم تحل، لازم تحل. طيب لو واحد مثلا انتوا نفس الظروف، لو واحد قدم الكوتا او الكفن بتاعه لا 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 ما عندكوش انتوا كده؟ لا كفن ده في النهي موجود ما نقدرش ننكره، بس يعني في عندنا هنا شبه معدوم. في يعني انتوا مش كده زي الصعيد لا يعني. لا لا هنا يعني العفو، يا اما قدر الله يستر وكده يعني. اما الكفن ده شبه حته الاذلال بتاع الرجل. لا 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 دي العفو عند المقدره يعني. العفو عند المقدره. واحنا لازم في عندك دول الاردن والسعوديه من دي كلها قبائل عربيه، في حاجه اسمها طار عندك الدوله هي بتقوم بالكلام ده. قلتني اما هنا لا، احنا عندنا دي العدد الوحيد لازم تتشال عند القبائل العربيه وعند الصعيد. دي لازم تتشال. لازم تتشال. لازم تتشال. طب لو حد الاعلام له دور كبير، خلي بالك في الموضوع ده الاعلام. لازم نحاول معاكم ان شاء الله ننشر ذلك يعني على مستوى مصر وان شاء الله على العالم العربي. الاجيال اللي جايه ان شاء الله. واحنا سعيدين بلقائكم النهارده، والف الف شكر نورتونا النهارده. واحنا بنشكرك. الله يسلمك. ونشكرك. ومعنا الان فضيله الشيخ عيد ابو سليم ابو عينه الداعي للمؤتمر، رجل الحكمة،
رجل العدل والمساواة في قبيلة الحويطات كما يطلق عليك في هذه الأيام، لأن احنا في مصر ينقصنا الرجال الحكماء اللي احنا فعلا بيبقى الرجل الحكيم الذي يدير مثل هذه الجلسات. أهلا بك. أهلا بك يا حبيبي. أهلا مستر، يا مرحبا. احنا المقصود من الاجتماع واللقاء فك المشاكل والمنازعات بين القبائل وبين الأخوان والبعض، وكل الصفة الحلوة إن شاء الله بنعملها، وده عادة القبائل العربية، مشاكلهم لا تحتاج محاكم ولا منازعات على زي قاعد كده. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى، الله يرضى، الله يرضى عليك. فزي ما بتقول نحن مشاكلنا بتبقى داخلية بتتحل وبأبسط أمور. لكن الحكمة يعني الشيوخ الأول بيحطوا الأرقام، بيحطوا أسس وأسس وأسس. نعم نعم. النهاردة أنتوا عملتوا إيه يعني؟ نقدر نحكي عن المؤتمر النهاردة كان فيه إيه؟ توفقنا أن احنا برضو في شباب بقاله فترة ما شافش شيوخ، ما شافش العرفية. صحيح. فالنهاردة أن احنا أحيينا الأساس، واللي الشباب اللي ما يعني ما وصلوش الفكرة بتوصل له. بتوصل له طبعا. بدل ما نعمل مشاكل مع ده ولا مع ده، كلها بتتحل شقه قاعده عرفيه، وان شاء الله بتتحل على اكمل وجه. باقي العائلات والقبائل المحيطه هنا بالمكان اعتقد يعني لازم تقتدي بيكم، لان انتم بتعملوا خير، بتعملوا الصلح. نعم 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 نعم. يعني والقبائل كلها يعني مثلا احنا النهارده برضه في قبائل حوطات وفي بعض من القبائل الاخرى ضيوف ضيوف ضيوف. ويطلق علينا هنا القرية بلا مشاكل، انها هي برضو فيها مشاكل، بس عشان ما توصلش المحاكم يقول لك قرية بلا مشاكل. لا، فيها مشاكل بس بتتحل على ابسط حاجة، على ابسط حاجة. نعم. انتوا يعني هنا بتحط يعني المشكلة قدامك بتحلها كحل جذري. نعم بتحكم نعم. بما يرضي الله يعني، ونعمة بالله، ونعمة بالله. لكن اللي بيستعصب يروح المحكمة مش كده؟ لا، احنا كل قواضين على قد ما بنقدر. ما حصل لا لا لا، بنوصلها بنوصلش المحكمة. طب رسالتك لشباب القبيلة بتقول لهم ايه النهاردة؟ بقول لهم يحترموا القانون ويحترموا بعض، ولازم يكون في احترام متبادل من الطرفين، ودام في احترام ما فيش مشاكل. طب رسالة الشيخ عيد أبو سليم كبير قبيلة الحويطات والداعي لهذا المؤتمر اليوم إلى الرئيس السيسي بتقول له إيه؟ بقول له ربنا يهنيك يا سيسي، وإحنا وراك وسير في أمان الله. ولو تحب تقول رسالة للمسؤولين، بيهتموا هنا بقريتك ولا لأ؟ هنا بيهتموا، بيهتموا بيها كلها، وكل مشاكلنا على علم بيها هم، بس إن إحنا زي ما تقول هم بيحترموا قانوننا. يعني المشاكل هنا دلوقتي في اي عند الاسم هنا بمديريه الامن بيبقى مثلا دلوقتي عرب هنا قاعده عرفيه، وبتتحول قاعده عرفيه لو حتى جيراننا الناس الفلاحين البسطاء برضه بتتحول الى قاعده عرفيه. صحيح. وبتتحل ان شاء الله. ان شاء الله. ما فيش ظلم لاي حد. الحمد لله. ما فيش اي مقابل مثلا يعني دلوقتي يقول لك لا عشان تاخد كذا تعمل كذا، لا، بتنحل ان شاء الله على اكمل وجه. وزي ما تقول برضه ان احنا في احترام متبادل زي ما قلنا، ولازم تتحل بامر الله ان شاء الله. طب رسالتك للناس اللي شرفوك من خارج قبيله، حياهم الله، حياهم الله، قبيله الحوطات وبرا قبيله الحوطات، كل من شرفنا ووصل لنا ديوان الشيخ عيد ابو عينه ان شاء الله مشكورا باذن الله بامر الله. الجلسه انا كان يعني سمعت انه في جلسه قريبا يوم بامر الله يوم 14 12 هتكون هتعمل ايه وهتقرر ايه؟ تفعيل الاراء، التوصيات بتاعت النهارده. لا احنا النهارده خدنا اراء فبرضه كل واحد يمكن وراه اكبر منه طبعا، فقال لك استشير طبعا. فاحنا خدنا قرار بامر الله في مجلس الحاج سلمان، يعني من هنا الوقت، من هنا من مجلس الشيخ عيد ابو عينه الى يوم 14 12 لمجلس الحاج سلمان ابو حمدان. المؤتمر اعتقد النهارده كان عدد كبير جدا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله. جميع انحاء الجمهوريه. نعم نعم، من انحاء الجمهوريه كل موجود عليها. مش هتنزلوا الصعيد ولا ايه؟ والله يا ان ربنا يوفق ان شاء الله، واي في مكان فيه مشاكل بندعي عليه بنحل فيه. احنا بنشكر حضرتك. الله يكرم. كما التقينا بالحاج عتريس محمد فايز، الرجل المعروف في العاشر من رمضان والمحب لقبيلة الحويطات. أهلا بحضرتك. أهلا بيك سعد بي، أهلا بيك. النهاردة يعني شفناك مع القبيلة وكأنك واحد من القبيلة، السر ده إيه؟ والله أنا من محبين الشيخ عيد أولا، لأنه أخ وصديق ليا في العاشر من رمضان. ثانيا قبيلة الحويطات من الناس الطيبين، الناس اللي بيحبوا يجمعوا الناس حواليهم،
فأنا من محبينهم والأولاد كلهم أصدقائي، فلازم أي مناسبة لازم أحضر. بيدعوك ضروري طبعا يعني. عنصر أساسي علم على مصر الحمد لله دائما يعني علم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحاج عطيش فعلا محب يعني أخواتي كلهم والله وأنا بتشرف بيهم. الله يكرمك. طب أنت كرجل من خارج القبيلة، ولكن رأيك أنت في الحشد الكبير اللي كان النهاردة؟ والله الحشد ده هو الخير، إن إحنا أي حد يتسامح في أي مشكلة ده شيء خير طبعاً. وإن إحنا نلجأ لنظام الدولة مش لنظام غير الدولة صحيح. فهو هدف اللقاء ده إن إحنا نلجأ للدولة، وأي شيء خطأ يتحل بالقانون ويتحل بالحسنة، ما يتحلش بأسلوب تاني. والشيخ عيد يعني هو جمع كل القبيلة عنده وربنا وسع عليه وضيفهم على أساس ينمي فيهم الموضوع ده. هي بداية للسلمة إن شاء الله هيوصلوا للموضوع في الآخر، بس هو بداية. فلازم المؤتمر ده هو بداية للقاء اللي هيجمع كل القبيلة على حقن الدماء، عدم شيل سلاح، ان هم يلجأوا الى القانون، وده شيء جميل يعني واحنا بنشجعه. حبيت توجه رسالة للشيخ عيد. الشيخ عيد اخويا وحبيبي وانا بشكره جدا، وهو اخ كبير ليا وراجل كبير القبيلة، وانا بشرف بيه وبشرف بلقائه والله، وان انا ضيف عنده ان شاء الله. لو حبيت توجه رسالة لشباب القبيلة. الشباب كلهم حبايب واخواتي واصحاب ولادي، فالاستاذ محمد بالاخص كلهم اخواتي، فانا بشرف بيهم كلهم وبقول لهم شكرا لكرم الضيافة. لو حبيت حاج يعني الشيخ عيد توجه رسالة للحاج عتريس بتقول له ايه؟ والله هني من كل قلبي بتقديره لنا ومجاوي من العاش لحد هنا، دي حاجة كبيرة عندنا. مبسوط بيه؟ مبسوط والله كتير جدا، لانه اخ فاضل. انت حاسس انه واحد من القبيلة حبيبي؟ والله اخ فاضل فعلا. عزيز عزيز علينا وبنحترمه وبنحبه. وبعدين في حاجة تانية يعني، كل السيراميك ده من عنده، حمل وشيل قريب سيراميك يا عطريس. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرم أصلك. أي حاجة فيها سيراميك ابعت، ما فيش كلام. يا راجل يعني محب ليك، يشهد الله ما باخد ولا جنيه، بحمل لي عربي. شرف لينا أخويا وحبيبي والله. أنا بشرف بيك وسعد بيك، وأنت مشرف هنا العرب كلهم، وهم يعني ولاد عمنا، احنا مغاربة وهم بني سليم، وهم الحويطات يعني من احسن فخود العرب، فاحنا بنتشرف بيهم يعني. واحنا بنشكرك الله يخليك، وبنشكر الحاج عيد الشيخ عيد عيد مسلم عيد مسلم عيد راعي هذا المؤتمر يعني. الله يشكركم. شكرا شكرا سعد. اعزائي المشاهدين، انا ما اقدرش انهي حلقتي الا ان انا اتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ عيد ابو سليم والحاج طبعا عتريس محمد فايز وشباب قبيله الحويطات كلهم وشيوخ قبيله الحويطات اللي النهارده ضربوا مثل للقبائل العربيه في كيفيه اصدار احكام عرفيه قابله للتنفيذ. يعني الشيخ عيد بيقول لي احنا كل القضايا بتتحل هنا في المقعد هنا. احنا بنحييهم والله، وبنحيي كل القبائل العربية اللي موجودة في مصر، ونتمنى الجميع ان يحزوا حزو قبيلة الحويطات. القيادات الامنية اللي كلها امان، القيادات الامنية كلها امان، وحسينا بالامان وكل حاجة حلوة. عندك رسالة اخيرة؟ اشكر السيسي واقول له خليك على طريقك واحنا وراك. رسالة اخيرة برضه؟ شكرا لجيش مصر، هو جارنا هنا وهو اللي حامينا وبيحمي البلد كلها، وشكرا للرئيس السيسي، وشكرا لكل الناس اللي بتجنح الى السلم. رسالة اخيرة؟ نشكر الشعب المصري الجبار اللي تحمل ويتحمل ان شاء الله تحت قيادة السيسي. بنشكركم. وفي النهاية الاستاذ محمد يقول رسالة اخيرة. نورتونا شرفتونا، وان شاء الله السيسي في النجاح لنجاح واحنا وراه. واحنا معاك باذن الله. باذن الله. اعزائي المشاهدين، احنا لا شأن في النهايه الا ان نقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.